السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 202، الله يعطيكم العافية. اليوم نستكمل ما قد بدأنا به في الفيديو السابق. بنقدر نضع له العنوان Line Integrals Along a Curve أو Integrating a Vector Field Along a Curve. بداية راح نحكي عن Line Integrals with respect to X, Y and Z. If C is smooth curve in a straight space, نذكر إنه smooth يعني R prime of T continuous and لا تساوي صفر على المنطقة على الفترة المعرفة فيها الكيرف. We can have line integrals of F with respect to X, Y and Z along C. كيف؟ لاحظ along C بالآن بنكامل DX هيك. F, X, Y along C DX. هو عبارة عن f of x t, y of t, z of t along dx. فبنحكي عن x prime of t dt. نفس الكلام بالنسبة ل y بشكل مشابه. هون نضرب y prime of t dt. وبالنسبة ل z, z prime t dt. مثال على ذلك، لو بدنا نكامل هذا الكيرف along c، c عندنا r of t تساوي t i hat زائد 2 t j hat. والتي تنتمي للصفر واحد، ونكامل على لونج سي حكينا عنه 3 اكس واي دي واي. طبعا لاحظ اكس تساوي تي، واي يساوي تي تي، على تي تنتمي للصفر واحد، يعني نحكي عن واي تساوي اكس تربيع او لا سوري واي تساوي 2 اكس من الاكس من صفر الى واحد هون. ولاحظ الحركه بدانا من الزيرو زيرو وانتهينا من واحد واثنين، لان لما تي زيرو الحركه بتبدا من صفر وصفر. عندما t equals 1 فبنوصل عند 1 و2. تطبيقا للقاعدة فقط بدك الآن تطبق العلاقة الثانية. تكتب f of x t, y of t, z of t، بعدين بنضربها y prime of t dt. y prime of t dt هيها هي 2. هلا 3 اكس واي اللي هي اكس اوف تي واي اوف تي، اكس اوف تي عندي تي. قبليها في 3 تي. واي اوف تي نضربها في 2 تي. الكل نضربها في واي برايم اوف تي 2 دي تي. كل هذا بيطلع الجواب هون تكامل عادي ويساوي 4. المثال اللي بعده هنلاحظ نعمل parameterization نفس الرسم، ولكن اللي حركة بتتغير، بدل ما تصير من 0 0 ل 1 2 حتصير من 1 2 ل 0 0. شو راح يصير معنا؟ راح البارامتر السي صارت 1 ناقص تي اي هات زائد 2 في 1 ناقص تي جي هات، والتي تنتمي الى 0 1. فالمسار واضح انه عكس المسار السابق، نفس الكير. لما تي 0 حتكون نقطة 1 2، لما تي واحد حتصير صفر وصفر. ولاحظ اقتران نفسه 3 اكس واي من كامل. نفس الشيء واي برايم اوف تي حتكون سالب 2. 3 كما هي اكس اوف تي 1 ماينس تي، واي اوف تي 2 ملتبلايد ماينس 2 تي. طبعا واي برايم اوف تي حكينا سالب 2، فبنبسط لأنه يعني عندي هون واحد ناقص تي، هون نقدر نحط اثنين عامل مشترك بصير واحد ناقص تي التربيع. ثلاثة في اثنين في سالب اثنين هي سالب 12. كامل بيطلع معك الجواب سالب 4. إذا انتبهتوا للسؤال اللي قبله بالاتجاه المعاكس كان جواب 4. هون نقدر نستنتج قاعدة عامة. Suppose that is smooth oriented curve. هلا سالب سي خلينا نتعرف عليها كنوتيشن. إذا هون في عندنا نتيجة ولكن في نوتيشن. سالب سي denoted the oriented curve consisting of the same point as C، نفس النقاط but with the opposite orientation. هاي الحالة راح تلاحظ هون الشكل، لاحظ نفس المسار نفس الكيرف ولكن تغيرت الحركة، كانت من A إلى B، فسالب سي بتكون من B إلى A. شو اللي راح ينتج معنا؟ لاحظ أن التكامل على سالب سي هو ناقص تكامل على السي في كل حالات دي اكس دي واي او دي زد.
المثالين أعلاه وحالة خاصة. مثال آخر، وهذا بيقودنا كمان شوي، راح يقودنا The integrating a vector field along a curve. تكامل بهذا الشكل على C. وعن C معرفنا X of T يساوي cosine T, Y of T يساوي sine T, و T من 0 إلى pi over 2. متذكرين cosine T sine T بتمثل دائرة، لكن لما T من 0 إلى pi على 2 راح تكون ربع دائرة في الربع الأول. يعني لما T 0 حتكون 1 0، لما T pi على 2 حتكون 0 1. فالاتجاه بهذا الشكل. وعن هون التكامل راح يحترم الجمع. تعوض 3 مكان x كوساين t بصير كوساين سكوير t بلس ساين سكوير t مكان y dx اللي هي قلنا x برايم اوف t dt، x برايم اوف t سهل بساين t. هلا بالنسبه هاي دي تي لانه داخل على القوس. الاقتران الثاني 2 في كوساين تي ساين تي واي برايم اوف تي دي تي، واي برايم اوف تي اللي هي كوساين تي دي تي، بالتكامل من 0 ل باي على 2. بسط حتكون من سالب كوساين سكوير تي ماينس ساين سكوير تي مضروبه في ساين تي، هذه عباره عن سالب 1 في ساين تي. وبالاخير حيكون التكامل مجرد حسابات يساوي سالب 1. فالان انتجريتنج ا فيكتور فيلد الونج كيرف، احنا الان في عندنا اف، لنفترض ان هذا فيكتور فيلد از ا كونتينوس فيكتور فيلد، اند سي الكيرف عندي ار اف تي هو سموث. فاللاين انتجرال اف الونج سي يعرف بهذا الشكل f dx زائد g dy زائد f dz. يعني المثال اللي فوق هو نفسه هذا حالة خاصة، لكن الشكل الموجود هذا عبارة عن vector f of r t dot r prime of t dt. يعني r prime of t اللي هي x prime of t dt، y prime of t، z prime of t. r prime of t في عند الكومبوننت أو x prime of t y برايم تي زد برايم تي، لما تعمل دوت برودكت بيطلع معي هذا. فناخذ مثال لنفترض، طبعا هذا النوتيشن بسموه انتجريشن للسي اف دوت دي ار، كنوتيشن. فانت هون بتكامل بالنسبه لكيرف، بتكامل فيكتور فيل بالنسبه الونج اكيرف. لنفترض عندي اف اكس واي بهذا الشكل والكيرف بهذا الشكل. لو رسمنا الكيرف هو والاشكال، حتى تقريبا الاشكال بيعطيني عند كل لقطه. لاحظ انا عندي الكيرف تي اي هات زائد تي سكوير جي هات، والتي تنتمي لسالب 1 و2 نفسه، واي تساوي اكس تربيع من، والاكس من سالب 1 ل 2. عند كل نقطه في عندي فيكتور فيلد قيمته كوساين اكس اي هات زائد ساين اف جي هات، هاي اتجاه الفيكتور فيلد. ذكر فيكتور فيلد هي تانجنت فيكتور، فيكتور فيلد بنقل كل نقطة إلى تانجنت فيكتور. ففي عند النقطة، فتانجنت فيكتور عند كل نقطة، مثلا عند الصفر صفر هتكون واحد وصفر. هذا مفسر إنه في عندي تانجنت فيكتور هيك شكله، مش واضح بالرسم كثير. أوكي. تطبيق على القاعدة، تكامل F دوت دي آر على C بصير تكامل A ل B F R T dot R prime of T D T. اللي إذا التغير بصير T من سالب 1 ل 2 F R T. اللي عندك F X Y بتقابل بتعمل I R T. الكومبوننت الأول T اللي هو محل X، فبصير كوساين T I هات زائد ساين T J هات، ظلت X هي. R prime of t اللي هي 1 i hat plus 2 t j hat، هي كله dt. اعمل دوت برودكت كومبوننت i دوت في معامل i زائد معامل j في معامل j، هذا هو الدوت برودكت كوساين t زائد 2 t ساين t. لا هذا بنعرف نكامل كوساين t اللي هو ساين t، 2 t ساين t كنا نكملها بالاجزاء. يا ريت اللي
ناسي يتذكر كيف كنا نكامل بأساء، بالأخير راح يطلع معك خارج. أوكي، مثال آخر بدك line integral along curve where vector field بهذا الشكل، والكيرف x square plus y square equals 3 والx والy أكبر أو يساوي 0. طبعا هاي معادلة دائرة مركزها 0 0 ونصف قطرها جذر 3. x y أكبر أو يساوي 0 بنحكي عن الربع الأول، بس ما بكفي هيك، بدك تحدد الاتجاه. هيو with orientation as in the following figure، إذا لازم يكون في فكرة بيوضح لي كيف orientation. اوكي، فالاورينتيشن واضح انه عكس عقارب الساعه، فتكون متذكر كيف بتعمل السي بهذا الشكل. مر معنا ممكن 202 وايضا في ال 102 هو كان درس خاص، او 201 درس خاص تعمل بارامترايزيشن لهيك اشكال. فانت ربع دائره وعكس عقارب الساعه، هون راح تكون x تساوي x of t جذر 3 تربيع للثلاث لكوساين t، و y of t جذر 3 ساين t، لأنه بالربع الأول t تنتمي للزيرو وباي على t. هاي حددنا ال c، نرجع نطبق القاعدة اللي قبل شوي. هلا frt سالب y اللي سالب جذر 3 ساين t i hat زائد x j هات زائد جذر 3 كوساين t j هات. طبق القاعدة، بتحتاج انت ايضا r prime of t. r prime of t سالب جذر 3 sin t i هات plus square 3 كوساين t j هات. القاعدة هي صارت تعمل دوت برودكت، تصير 3 sin square plus cosine square. التكامل سهل جدا لانه تقدر تاخذ ثلاث عامل مشترك، ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي 1. فالجواب بهذا الشكل. الان نقدر نكمل along او فيكتور فيل او لاين انتجرال along. احنا كنا نكمل بالنسبه along a curve اللي هو سموث. بدل سموث ممكن نعمل نقسمه على بيس وايز سموث، وعدد القطع تكون فاينات، يعني C1 C2 C1 كل واحدة منهم اسمه. كيف بتوزع التكامل على C1 زائد التكامل على C2 بلبلبلبل لغاية التكامل على CN. زي هون مثلا لاحظ في عندك ثلاث قطع، احنا قلنا ال R prime يكون continuous ولا zero. لاحظوا ان R prime فيها مشكلة في رأس مدبب هون، ففي عندك ثلاث قطع، هون في عندك قطعتين بالاشكال، هنا 2 3 4 قطع. فانت شو بتعمل؟ بتكامل على كل قطعه لحاله واخر شيء بتجمع. وللتوضيح هذا المثال، لنفترض انه كامل، قلنا هذا بحد ذاته هو لاين انتجرال او فيكتور فيلد along a curve، لانه x square y الفيكتور فيلد فاصله x، او x square y i hat plus x j hat. وال C is the triangular path shown in the following figure. لا قبل ما هذا، انت هون بقسمه ثلاث قطع على C1 لوحده، C2 لوحدها، و C3 لوحدها. بس بتتذكر كيف كنت تعمل parameterization. لاحظ على C1 مثلا ال y of t دائما صفر، تقدر تقول x of t يساوي t، y of t يساوي 0، و t من 0 إلى 1. r of t تساوي t i hat و t من 0 إلى 1. هلا من C2 هون ثبتت ال x صارت 1، فهي 1 i hat و 2 t j hat من 1 من 0 إلى 2، من 0 إلى 1 سوري. فأنا ممكن هون نسيت خطأ مطبعي، هنصوب إنه t تنتمي لل 0 1 هون حطه كمان، وتي تنتمي لصفر واحد، فتي تنتمي لصفر واحد لكل الثلاث حالات. تعرف البارامترايزيشن مش يونيك، يعني ممكن بدل اثنين تي تعمل تي من صفر لاثنين اذا بدك لحالها، فانت مش مقيد. سي 3 بتعرفه، تعمل معادله خط مستقيم
بمار بصفر صفر واحد واثنين، بتقدر تعمل البارامترايز ايش؟ بتذكر الحركه تبدا من واحد واثنين الى زيرو. حقيقه هون بدي راح اوجهكم على فيديو سابق الي في 201 بساعدكم بشرح لكم هاي الاشياء. اوكي، وخلال المحاضره التفاعليه ايضا راح اشرح اكثر. اوكي، فعندنا هون واحد ناقص تي، لذلك ممكن حتى راح اعطي ملاحظات على اخر الفيديو ريفرنس، هو رابط يوتيوب يساعدك في 201 لالي. فهون حيكون واحد ناقص تي اي هات زائد اثنين ناقص اثنين تي جي هات، لان هون كنا نعمل اني اعمل كالتالي، اعمل علاقه تي من صفر واحد مثلا، لان هون عملت انا صفر واحد لغير لوين؟ لواحد وصفر للفتره بالنسبه لاكس، لانه اكس بس دائما بدي صوره الزيرو واحد وصوره الواحد زيرو. بتطلع عندي علاقه اكس اوف تي، بعدين نعمل علاقه بالنسبه للعلاقه بين اكس وواي. ما علينا، راح اشرحها بالمحاضره التفاعليه اكثر، بس بيطلع بهذا الشكل، واللي فاهم متذكر 201 سهل عليه. فصار عندي سي هي ثلاث قطع، كل واحد منهم سموث، لذلك هذا سميناه المنطقة هذولا بيس وايز سموث. لما تكامل على السي 1 x سكوير y دي x زائد x دي y حتكون زيرو. ليه زيرو؟ نلاحظ هون بالنسبة للدي اكس تتغير، بس لما تعوض y دائما زيرو، فراح يظهر هذا الجزء زيرو. دي واي هو زيرو لان واي برايم زيرو، فهذا زيرو. الجزء الثاني راح يكون اثنين، يعني بالكامل كل جزء لحاله زي ما كملنا قبل شوي. على سي 3 راح يكون هيك. الان تجمع التكاملات صفر زائد اثنين زائد سالب ثلاثة على اثنين، هي فالتكامل على سي الاصلي اللي بدنا اياه السؤال هو زيرو بلس 2 بلس نيجاتيف 3 اوفر 2، هذا يساوي ايش؟ هاف. اوكي، هذا ما لدينا هذا اليوم. المره القادمه ممكن نعطي نظريه اللي هي جرينز ثيرم او ابلكيشنز، راح اشوف المناسب وتشوفوا الفيديو القادم ان شاء الله. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.